ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش يقدروا يعيشوا بلا كذوب. الا بغيتوا تعرفوا الارتصامات ديالكم خليكم معنا بكل تواضع. واش تقدر تعيش حياتك بلا كذوب؟ نقدر نعيش حياتي بلا كذوب. ما تكذبش؟ ما نكذبش، ما كنكذبش انا اصلا. ياك ما كتكذب علينا؟ لا الله يودي. هذه الصراحة. شوفوا كان بكل تواضع. هذه الصراحة، ولكن الناس كتكذب بزاف. الناس كيكذبوا. اكتشفت هذا الشيء. وانت ما كتكذبش؟ انا كنعيش بلا. شو انت غتشوف واش غتشوف واش كنكذب ولا ما كنكذبش؟ ما عرفت انا، بان لي كتكذب علينا. لا الله الله يا ودي. واخا هذيك الكذبة بيضاء والو. لا لا ما كاين والو. ما كاين والو كاع. ما كاين والو. وشوفوا كان. وما كاين والو. دخلني عليك والله العلي العظيم. واش تقدر تعيش حياتك بلا كذوب؟ خويا الكذوب راه فيه وفيه. كاين البيضة الكحلة والبيضة البيضة. البيضة البيضة. يعني كذبة بيضة راه ماشي مشكل، ولكن الكذوب اللي نهى عليه الدين ديالنا وما خصناش نكذبوا. علاش؟ حيت الكذوب من أكبر الكبائر، والكذوب أول حاجة وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بنادم ما خصوش يكذب. علاش؟ حيت الكذوب تيأدي بزاف د الحوايج وخيمة، يعني تقدر تضرنا في المجتمع ديالنا. يعني واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واحد صحابي سول الرسول صلى الله عليه وسلم على الكذوب، قال ليه يا رسول الله، قال لي وصيني شنو خاصني ندير؟ قال ليه إياك والكذب، يعني قال ليه ما تكذبش. يعني الكذوب قال لي وصى على الكذب ما خصوش يكذب. علاش؟ حيت الكذوب تيوصل الانسان بزاف د الحوايج. وجينا من الاخر، انت ما عمرك كذبتي؟ لا انت اخويا كذوب ضروري ما تكذبش شويه، ولكن كذبه بيضاء. كتكذب شويه؟ شحال؟ نص كيلو ولا كيلو؟ كيلو. اختي واش تقدري تعيشي بلا كذوب؟ نقدر نعيش بلا كذوب. زعما ما كتكذبيش علينا؟ لا ما تنكذبش عليكم. واخا هذيك الكذبه بيضاء؟ لا. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. واش تقدر تعيش بلا كذوب؟ الصراحة تقدر تعيش بلا كذوب، لكن انت واحد الانسان عندك واحد المبادئ ولفوك الناس عليها راه تقدر تعيش بلا كذوب. زعما ما كتكذبش علينا؟ لا في الحقيقة ما كنكذبش عليكم، وانا عندي مبادئ ديالي. مثلا انا كنموذج ما نقدرش نكذب، لان ما مفروضاش عليا نكذب. علاش غنكذب مثلا؟ الحمد لله ربي كيرزق كيعطينا الرزق. واخا ديك الكذبه بيضاء ما كتكذبش؟ ديك الكذبه بيضاء؟ لا ما كاين لا كذبه بيضاء لا والو. لا كحله؟ لا والو. بكل تواضع تكون صادق مع الناس وتكون صادق في المبشيتي باش الناس كيولفوا عليك. اما الا كنتي كدير كذبه بيضاء حتى هي كذبه. راه شوف، راه ما كايناش كذبه بيضاء وكذبه كحله، راه كاينه كذبه كذبه. نيشان بحال مثلا اللي كيحب الوطن ديالو وكيبغي البلاد ديالو راه خاصو يكون صادق، لان اللي ما عندوش الروح الوطنيه في الدم ديالو راه يقدر يدير اي حاجه. ولكن حنا كنحبوا بلادنا وكنتمنوا ما تكذبش علينا. لا ما كاينش تكذب. تحياتي. مقبلين على المستقبل ان شاء الله، عندنا زاهر فهمتيني، وبان خدموا هذه البلاد ان شاء الله باذن الله. واش تقدر تعيش بلا كذوب؟ واش نقدر نعيش بلا كذوب؟ ما السؤال شويه صعيب. ما عمرك زفطتي على شي واحد؟ زعما كذبت عليه؟ كذبتي عليه؟ ماشي كذبه بيضاء يمكن، ولا كحله ولا يمكن. يمكن وي. المهم ما تقدرش تعيش بلا كذوب. لا هو انسان يمكن يعيش بلا كذوب، علاش ما يمكنش؟ كنظن بانه يمكن. يمكن وي. الا كان صريح مع حياته. صريح مع حياته ومع كل شيء يعني. بكل تواضع. بكل تواضع. وهادو اللي جاز ما كيكذبوش. شكون هما هاد الجوج هادو؟ هاد الوطيري وهاد البنادري ما كيكذبوش هادو. هادو يعني رسوم ما عندها علاش تكذب. ما عندها علاش تكذب. ما كيهضروش اصلا هما. ما كيهضروش. تحياتي.